اهلا بكم من جديد، والان نذهب لتحليل اداء البورصه المصريه وايضا مناقشه اخر الاخبار الخاصه بالاقتصاد المصري مع ضيفي الليله خبير اسواق المال الاستاذ عبد الحميد امام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا باعلان موديز رفع تصنيف مصر لبي 2 من بي 3. من وجهه نظر حضرتك ايه الاسباب اللي ادت لده؟ هو في شغل تم كتير، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول في شغل تم كتير قوي في الاقتصاد الكلي، خلى ان مش وكاله موديز بس هي اللي تحسن تصنيفنا الائتماني، بالعكس كان في اشادات كتير من وكالات تانية بالتصنيف الائتماني والجداره الائتمانيه للاقتصاد المصري، خصوصا طويل الاجل. يعني حتى التقرير اللي قدام حضرتك ده بيقول ان هو موديز شايفه ان الاقتصاد المصري او الجداره الائتمانيه مصر قادره على السداد، خصوصا السندات بتاعتها او الدين العام بتاعها طويل الاجل بشكل قوي جدا، فالجدارة الائتمانية بتاعتها بتزيد، فالتصنيف بتاعنا ارتفع من بي 3 لبي 2. واعتقد ان التصنيف اللي جاي او المراجعة اللي جاية ممكن نبقى بي 1. ده جاي منين؟ ده جاي ان احنا مصر ابتدى اول مرة في الميزانية الجديدة يحصل فائض في الموازنة. يعني ايه فائض في الموازنة؟ يعني الالتزامات قابلها عوائد. يعني الاول كان في عجز كبير في الموازنه، كان في جاب كبير ما بين المصروفات اللي بتعملها الدوله وما بين العوائد او الكاش اللي بيدخل لها. اول مره العوائد تبتدي تكفي ويحصل فائض اولي في الموازنه العامه. طبعا لو جنبنا، احنا هنجنب طبعا هنا الفوائد الدين العام لان ده رقم كبير جدا، لكن انا بتكلم عن المصروفات والايرادات ابتدت يحصل فيها بالانس، يحصل فيها توازن. فبالتالي انا شايف ان الاقتصاد الكلي واخد التصنيف بتاعنا للنقط اكبر من كده بكتير، التصنيفات والتقييمات اللي جايه هتبقى افضل من كده بكتير، الناتج العام المحلي هيزيد بشكل كبير، حتى هم قايلين كمان ان الدين العام نسبته للناتج المحلي الاجمالي هتبتدي تنخفض بشكل، هتنزل مثلا احنا كنا في 18 92.6 ممكن على 21 نوصل 80 79 من الناتج المحلي، الدين العام الناتج المحلي، ده رقم مهم جدا. فبالتالي احنا مش هيبقى عندك احتياج للكريدت، احتياج للاقتراض. كل ما بقاش عندك احتياج للاقتراض وقدره على السداد، كل ما التصنيف الائتماني بتاعنا يبتدي يعلى ويبتدي يتحسن بشكل كبير. ممتاز. طبعا احنا عندنا هذا الخبر الخاص بتصنيف موديز للجدارة الائتمانية لمصر، ولدينا ايضا اخبار عن مستويات الجنيه مقابل الدولار، بقاله فترة في قوة بيشهدها الجنيه. حضرتك كيف ترى هذا الاتجاه؟ هل هو اتجاه طويل الامد من وجهة نظرك؟ يعني انه يبقى انخفاض تدريجي هذه القوة؟ يعني يفضل في انخفاض بس تدريجي. انا شايف طبعا كده كل الجنيه ابتدى يتحسن امبارح بعد ما التقرير ده طلع. التقرير ده بيقول معناه كده ان مصر تقدر تقترض بضمانات قوية جدا، عندها قدرة على السداد، الديون بتاعتها طولة الأجل مش هيبقى فيها أي مشكلة، فبالتالي ده بيعمل قوة للجنيه. والجنيه اللي ارتفع على فكرة، هو الأخبار بتقول إن الدولار انخفض والدولار ما انخفضش. الجنيه بتاعنا ارتفع قدام الدولار وقدام كل العملات. فالفكرة جاية من فين؟ الفكرة اللي جاية إن الجنيه بقى في ظهره اقتصاد، بقى في ظهره إنتاجية، بقى في ظهره خفض العجز الميزان التجاري، بقى في ظهره فائض أولي للموازنة العامة، بقى في ظهر الجنيه ناتج محلي، بقى في ظهر الجنيه إنتاج وتشغيل. أوكي. فعرفت ازاي؟ فهو ده كل العوامل اللي قلت حضرتك عليها دي تبتدي يحصل لها قوه، يبتدي يحصل لها كاش ان، يعني يبتدي تدخل عوائد لمصر، كل ما الجنيه يبتدي يتحسن. وانا شايف ان الجنيه هيفضل تحسن تدريجي كده. كمان لما نخفض الفائده الفتره اللي جايه ان شاء الله، اعتقد ان هيحصل قوه تاني على الجنيه. الاقتصاد منظومه متكامله، لما بيحصل تحسن في الانتاج، خلينا نتكلم على الاقتصاد الحقيقي اللي ابتدى يحصل مع التنميه المستدامه، ابتدى يحصل مع المشروعات طولة الاجل اللي ابتدت من 4 5 سنين، العوائد ابتدت دي بدايه، ده الستارت، ده الليفل 1، ده المرحله الاولى من الاصلاحات اللي حصلت. المرحله الثانيه اللي جايه ان المشروعات دي تبتدي تدخل عوائد، خلاص هو حصل لها انفاق استثماري بشكل او باخر وتم انشاءها، ابتدت تدخل عوائد. حتى الطرق لو ما دخلتش عوائد بشكل مباشر، ابتدت تدخل عوائد بشكل مباشر من خلال الـ يمين وشمال الطريق، بيحصل له انتعاشه، يحصل له استثمار، يبتدي الطرق بدل اتعملت يبقى نضمن ان المنطقه اللي حصل فيها طرق زياده يحصل فيها مشروعات، يحصل فيها مصانع جديده. انت شفنا المصانع ابتدت تروح لمدن ما كناش نسمع عنها. صحيح. الناتج المحلي ابتدى يتحسن. فكل الاجراءات اللي قلت حضرتك عليها دي، قطاع البتروكيماويات، قطاع التعدين، قطاع الغاز، مصر هتبقى
يعني خلال سنتين ثلاثه مركز للطاقه، كل دي حوائج دولاريه جايه. مع الاقتصاد مع التشغيل الحقيقي الناتج المحلي ده يحصل قوه للجنيه بشكل كبير. ممتاز، خلينا نروح لاداء البورصه. يعني عايزه اعرف من حضرتك تقييمك للاداء على مدى هذا الاسبوع. هي مزعله الناس الصراحه. بصي البورصه ليها وضع مختلف، البورصه مرآة الاقتصاد زي ما بيقولوا، اوكي مفيش مشكله، لكن البورصه بيحكمها عوامل تانية خالص، الفرصه البديله والاد فاليو. يعني انا شايف ان الكاش بتاعي ممكن ما يبقاش الفرصه البديله دلوقتي ان اشتغل في الايكويتي او اشتغل في الاسهم، ممكن اروح اشتغل في الفيكسد، ممكن اشتغل في اي دوله تانية تحقق لي عوائد، ممكن احرك الفلوس من استثمار غير مباشر داخل البورصه لاستثمار مباشر يعمل لي عوائد ويعمل لي نمو. فبالتالي هي البورصه بقالها فتره فيها شح سيوله، ده عوامل كتير، ده عامل من اللي انا قلت من ضمن العوامل اللي كلمت حضرتك عليه. في عامل تاني ان ما حصلش حل لبعض القضايا المتعلقه ببعض الشركات المهمه او المؤثره في حركه السوق من 2018. زي ايه؟ زي جلوبال، احنا بقالنا كتير قوي كم مره هنا في البرنامج من ابريل 2018 هنتناقش بعد ايام. من ابريل 2018 ان في مشكله وبعدين ما اتحلتش، وبعدين العرض 97 وبعدين العرض 35، لا في مشكله مع الضرايب، وده جزء كبير من الكاش محبوس جوه سهم زي ده. اسهم كتير، اخر حاجه قراصكم القبضه لما تستحوذ على النيل السكر، المستثمرين برضو لقوا ان في تقييم عالي، في مشاكل ممكن تحصل، في ذات راس مال، انا مش عايز اضخ فلوس، انا مستثمر عايز اخد عوائد، عايز اخد بونص، عايز اخد كوبون، عايز اخد اسهم مجانيه، انما مش عايز اضخ فلوس تاني. فبيحصل لما يحصل حاجه زي كده، ودي من ضمن المشاكل، يحصل ان في زياده رؤوس اموال على شركات جوه البورصه، الكاش مش مستلطف في الموضوع ده. فبالتالي الكاش لا اما هولد جوه السوق، لا اما بره السوق منتظر اي فرصه، منتظر انخفاض تاني للاسعار السوقيه للاسهم، منتظر فرصه بديله بره الماركت اصلا يشتغل عليها، وممكن يشتغل جوه الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري دلوقتي اللي انا اشتغل في الاستثمار المباشر يعمل لي نمو ويعمل لي بروفيت بشكل كبير جدا. فمش لازم يكون عشان الناس بس بتقول ايه ان الاقتصاد كويس البورصه اللي مش كويسه. طب ما الاقتصاد كان وحش الاول، البورصه كانت عامله اب ترند وان شوت اب ترند بعد التعويم. لا، هي ليها معايير ثانيه، ليها نظره ثانيه. البورصه هتتعافى وهننتقل او يحصل البالانس التعادل ما بين ان البورصه تبقى مضاربه بس، والهوت ماني هو اللي اشتغل فيها، هو اللي طلع الاسهم للاستثمار للنمو. ان يجي لنا صناديق استثمار، المؤسسات الاولية تبتدي بعد ما تشوف التصنيف اللي على الاقتصاد الكلي بالنسبة لمصر، لا يبتدي يخش يشتغل، خصوصا الفايدة كمان. لكن يعني ما اظنش انه الصناديق مستنية اشادات تانية، لانه احنا كل شوية بنلاقي انه بيحصل تحسن في تقييم تصنيف مصر الائتماني. يعني بيتهيألي انه المؤسسات ده واعية والصناديق واعية لهذه الفكرة. ده حقيقي، وده سادس مرة تصنيفنا الائتماني يتحسن. يعني دي المرة السادسة ان التصنيف الائتماني بتاعنا يتحسن. بس الفكره فين؟ التصنيف بتاعنا يتحسن، لازم كمان يقابل ده تخفيض للفايده. تخفيض الفايده تبتدي الكاش يخرج من الفيكسد اللي هي العوائد او الدين، الادوات الدين الثابته، للايكويتي للاسهم او الاستثمار المباشر، ان هو يعمل مصنع على الارض ويبتدي يعمل تشغيل. ايهما اقرب، ايهما افيد ليه بالنسبه للمستثمر؟ اعتقد ان ده التوازن ده هيحصل من بدايه احنا الشهر اللي احنا فيه من ابريل لنهايه 2019. هنلاقي في تذبذب في البورصه الفترات دي كلها، هنلاقي في صعود قوي وفي انخفاض، وفي فتره تلاقي السيوله قويه جدا، وفتره زي اللي احنا فيها مفيش سيوله اصلا، مفيش تداولات. حتى السيوله اللي موجوده دي مش حقيقيه قوي، لان بيحصل فيها تريدنج يومي اللي هو البلس 1، يعني الناس تشتري اول الجلسه وباقي اخر الجلسه. لا، احنا عايزين كاش حقيقي، كاش استثماري. هيحصل ده، التوازن ده هيحصل لنهايه 2019. اسهم كتير جدا، عامله مبيعات كويسه جدا، جروس بروفيت كويس، نت بروفيت كويس، توسعات. لكن زي ما بقول لك التحول ده من ان البورصه كانت بتتحرك بالهوت ماني الفكر بتاع الريتيل بالذات بتاعت الافراد، لان يبقى في استثمارات قويه جدا، ده لنهايه 19 اعتقد ان شاء الله هتبقى. خليني اسالك عن طرح حصه من اسهم بنك القاهره. طبعا كان في تصريحات لرئيس لمحافظ البنك المركزي وايضا رئيس مجلس اداره بنك مصر. خلينا نعرف من حضرتك يعني القصه، لان احنا سالنا استاذ طارق فايد وجها لوجه من اسبوع تقريبا، وما كانتش لسه الصوره واضحه. طيب، هو الكايرو بنك من ضمن الشركات قطاع الاعمال اللي على جدول الطرح،
اعتقد ان المحرك او هو اللي بياخد قرار في الموضوع ده هو وزير قطاع الاعمال العام مع محافظ البنك المركزي. بس امتى ميعاد الطرح؟ الشركه دي ترتيبها الكام؟ احنا شفنا اول الطروحات الحكوميه وكنا هتنبأنا بده لما غطينا احداث 18 بالنسبه للبورصه المصريه عن اول الطروحات وتمت فعلا شراء الدخان. بيحصل مشكله في التسعير، خلينا نتكلم ببساطه عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم ازاي. في مشكله في تسعير شركات قطاع الاعمال العام اللي هيتم طرحها. يعني شراء الدخان تم طرحها بسعر موائم الشركات وموائم المستثمر. اعتقد ان مصر الجديده حصل فيها مشكله في التسعير. اعتقد ان شركات تانية كتير كانت مفروض على جدول الطروحات زي اموك مثلا برضو تأجل طرحها. الشركة اللي في الاول يمكن يتم طرحها اقرب حاجة اللي هي ابو قير للاسمدة، سعرها السوقي اعتقد يوازي شوية السعر اللي ممكن الحكومة ترتضي بيه، فيبقى فيه سعر يعني سعر سوقي او سعر طرح مرضي للمستثمر ومرضي للجهة اللي يتم طرحها اللي هي القطاع الاعمال العام والحكومة. كايرو بنك هياخد دوره امتى؟ كايرو بنك اعتقد ان ممكن مع نهايه 19 يتم جزء كبير من الطرح، لكن ايه التسعير بتاعه؟ ايه الفيوتشر بروجكت بتاعته؟ لازم نشوف، لازم يحصل له تسويق بشكل او باخر. طيب عايزه اعرف من حضرتك نظرتك للاسبوع المقبل، يعني ايه العوامل اللي هتاثر على حركه السوق؟ اعتقد لو ما طلعش اخبار جوهريه هنفضل كده، السوق ما فيهوش سيوله، السوق بيتحرك في نقط بسيطه جدا، السيوله هربانه جوه سهم واحد اللي هو الاي جي اكس سيرت اللي هو السي اي بي، وبقيه الاسهم بتتحرك يا دوب في قناه سعريه منخفضه جدا. لازم يحصل خبر قوي، لازم يحصل ان يقول ان جلوبال حلت مشكلتها مع الضرايب، ان زي اوراسكوم سعر الاستحواذ قل شويه او سعر الاستحواذ اوراسكوم على نيل السكر انخفض شويه، فيبقى في شهيه ان الناس تحط انفيست او تخش تكمل جوه السوق. لكن بالضبابيه اللي موجوده وانعدام اخذ قرارات بشكل سريع ده بيأثر طبعا على فكر المستثمر، وفي خصوصا ان في فرص بديله اقوى بكتير دلوقتي من الاستثمار جوه السوق. الاسبوع المقبل طبعا هيكون في الاستفتاء على تعديلات الدستور، هل ده ممكن يعني يتواكب معاه انه يكون في حركه بطيئه بعض الشيء في البورصه، ولا مش هيكون ليه تاثير؟ لا، هو التاثير الاكبر كان للاجازات اللي احنا داخلين عليها ودخل شهر رمضان طبعا، لكن التعديلات الدستوريه دي تاثر ايجابي على الاقتصاد العام، تاثر ايجابي على الاقتصاد الكلي. ده استقرار سياسي واستقرار اجتماعي، ده يخلي المؤسسات تدينا تصنيف اكبر، تدينا رؤيه ان توجه لينا سيوله او تيجي تستثمر عندنا في قطاعات استراتيجيه مهمه. لكن بالنسبه لسوق المال او بالنسبه للبورصه اللي ياثر اكتر الاجازات اللي احنا داخلين عليها بتاعت نهايه ابريل واول مايو، دخول رمضان، وطبعا بيبقى فيه انخفاض لساعات التداول، ده برده بيقلل شويه من السيوله. اعتقد ان السوق هيفضل كده في الشكل اللي عليه دلوقتي، ستابيليتي بشكل كبير، انخفض شويه ارتفع شويه، لكن الاسعار السوقيه تفضل يعني مش هتهرب قوي في الحته اللي احنا عليها دي لحد بعد رمضان ان شاء الله. طيب احنا هنتوقف مع فاصل قصير ونتكلم مع حضرتك بعد كده. مشاهدينا ابقوا معنا في مال واعمال لمتابعه المزيد بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد، واجدد التحيه لضيفي الاستاذ عبد الحميد امام خبير اسواق المال. استاذ عبد الحميد، خلينا نتكلم عن التصنيفات تاني الخاصه بمصر، وزي ما قلنا في اول الحلقه موديز رفعت تصنيف مصر الائتماني من B3 لB2. في رايك يعني اما بيكون في تقييم لدوله ما وأدائها الاقتصادي وقدراتها الائتمانية، إيه المعايير اللي بتقيس عليها غير معايير اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة؟ يعني بينظروا لأي نوع من الأداء في الاقتصاد؟ ببساطة كده المقرض، خلينا نتكلم نعمل المثل ده على شركة روح البنك تاخد ائتمان أو تاخد كريدت، بقى في لجنة اسمها الائتمانات بتخش بيشوف الجدارة الائتمانية. يعني ايه جدارة ائتمانية؟ يعني انا هقدر اخد المارجن ده او الكريدت ده، هقدر اسدده ازاي؟ التشغيل بتاعي او النشاط اللي انا هاخد عنه هيقدر ريكفر الكارد دوت؟ ايه مستوى المخاطر ان البنك يقدر يسترد الكاش بتاعه؟ فبالتالي ده نوع من انواع
الثقة في الاقتصاد، الثقة في السياسة النقدية، الثقة في السياسات المالية، ان الدولة دي تقدر تاخد كريدت، خصوصا احنا بنتكلم على طويل الاجل، يعني يقدر ياخد كريدت بشروط ميسرة على مدى زمني كبير، ويقدر يسدد بمنتهى الاريحية، يقدر يسدد بمنتهى الثقة، يقدر يسدد ويبقى عنده فوائد مالية كمان. ايه اللي بيخلي المؤسسات دي تشعر انه مصر تقدر تسدد باريحية اكثر؟ يعني التحسن في الناتج الصناعي، التحسن في الناتج الاجمالي الكلي، التحسن في القطاعات الاستراتيجيه، في التصنيع، في الزراعه، التحسن في مستوى الدخل من السياحه. هو حتى كمان قال ان هينخفض نسبه الدين العام الكلي للناتج المحلي الكلي من 92.6 كانت سنه 18، يتوقع ان هو في سنه 21 تبقى تحت ال 80%، يعني نتكلم مثلا من 75 ل 80%. فدي ده جاب كويس جدا، ده حاجه دي نقله في في في, في الثقه، نقله في الجداره الائتمانيه للدين العام المصري. اعتقد كمان ان مصر ابتدي تخفض شويه طلبها للدين، لان احنا عندنا فايده الدين كبيره جدا، وابتدي نخفض الفايده البنكيه عشان نعرف نخدم على الدين دوت. هيبتدي يبقى عندنا فوائد، هيبتدي عندنا عوائد من مشاريع، هيبتدي عندنا عوائد من سياحه، هيبتدي عندنا خفض للعجز الميزان التجاري. يعني ايه خفض الميزان التجاري؟ يعني انا وارداتي هتنخفض وصادراتي تبتدي ترتفع شويه، او قيمه الصادرات تبتدي ترتفع وقيمه الواردات تبتدي تنخفض شويه، فالطلب على الدولار يبتدي يقل، فيحصل تنازل عن الدولار زي ما حصل دلوقتي، الناس بتتنازل عن الدولار بشكل او باخر، فيبتدي لما تحسن الاقتصاد معناه قوه الجنيه. فالوكالات دي من شغلها او من ضمن مهامها ان هي تقول ان مصر تصنيفها الائتماني كويس، تركيا تصنيفها الائتماني يبتدي معامل المخاطر بتاعه يرتفع، فيبتدي هو هناك يعلي الفايده. ممكن احنا عندنا الاقتصاد بيتحسن البورصه بتبقى وحشه، ليه؟ ان الهوت ماني بيخرج من البورصه المصريه يدور على 24% في تركيا، ياخدها وبعدين يخلص الفايده هناك ويرجع تاني يشتغل في السوق المصري لما يكون السعر السوقي للاسهم مغري بشكل كبير. فهي منظومه زي ما بقول لحضرتك، الاقتصاد المصري اعتقد ان ده المستوى الثاني من الاصلاحات. احنا المستوى الاولاني كان بناء مشاريع، المستوى الثاني العوائد من المشاريع. دي بدايه، اعتقد ان خلال 5 سنين، ودي في عمر البلاد مش زمن كبير، يعني خلال 5 سنين هيبتدي التدفقات النقديه من المشروعات الكبيره دي تتحسن بشكل كبير، وهيبتدي في تنوع في الدخل، اقتصاد حقيقي ما يبقاش اقتصاد خدمي. يعني احنا بعد الثوره قبل الثوره كان كل العوائد بتاعتها بنعمل 7% نمو، ولكن كانت كلها حاجات خدميه. اول ما الثوره قامت الاقتصاد وقف وابتدى كشفنا، يعني الناتج بتاعنا كان منخفض جدا، العجز في الميزان التجاري كان كبير جدا. دلوقتي العكس بيحصل، العجز في الميزان التجاري بينخفض، يعني احنا بننتج طبعا، ما بننتجش طبعا كل اللي بنستهلكه، ولا احنا لسه رايحين، احنا لسه قدامنا مشوار كبير، بس على الاقل ابتدينا ننتج. ابتدى الزراعه ابتدت يحصل فيها تحسن، سيان الزراعه القائمه 8 مليون فدان القدام اللي هم اصلا في مصر، او 1.5 مليون فدان الجديد اللي هيبتدي برضو سنه سنتين يبتدي يساهم في الانتاجيه، موضوع الصوب، موضوع الطرق، موضوع البتروكيماويات، موضوع الاستكشافات الجديده، زياده السياحه، مشروع المتحف الكبير ده ممكن لما يتم افتتاح الجزء الكبير الاول منه على بدايه 20 يبتدي يساهم شويه في السياحه، يبقى في سياحه علاجيه، يبقى في دولار بشكل مباشر، تحولات المصريين تزيد، فكل ده يعمل شويه تخفيض لرفع قيمه الجنيه قدام كل العملات، والعملات تنخفض، القدره الشرائيه للمواطن تبتدي ترتفع، يخفض الفائده في البنك، فيبتدي المصانع تاخد كريدت بفايده اقل، فبيبقى الكوست بتاع البرودكت نفسها تنخفض، معنى ده ان القدره الشرائيه تبتدي ترتفع، يعني المصانع مبيعاتها بتزيد، يعني ان ارباحها بتزيد، فيفكر يعمل توسعات. هو الاقتصاد لما يبقى على الخط او على الاتجاه الحقيقي او الاتجاه الصح للاقتصاد الكلي، الاقتصاد الحقيقي الانتاجي، بيبقى المنظومه بتبقى بطيئه شويه عبال ما بتطلع نتائج، لكن بتبقى في الاخر مستدامه. أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة الأستاذ عبد الحميد إمام، خبير أسواق المال. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، وطبعا التكنولوجيا اقتحمت كثير من مناحي حياتنا اليومية، أصبحنا نعيش في الحقيقة في عالم رقمي يزداد تطورا يوما بعد يوم. بمجرد ضغطة زر يمكن أن تنفتح كل الأبواب أمامك. لنتعرف على المزيد في هذا البيت الذكي الذي أقدمه لكم، وستخوضون التجربة كيف يمكن لكل هذه الأجهزة أن تتواصل مع بعضها البعض، وأيضا مع مالك هذه الأجهزة للوصول إلى حياة أكثر رفاهية. سأترككم مع هذا التقرير، وأتمنى أن يعني تقضوا عطلة نهاية أسبوع سعيدة جدا. إلى اللقاء.
أهلا وسهلا بكم في بيتي الذكي. كل الأجهزة تعمل هنا بدقة شديدة وبناء على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لأبدأ بالتعامل مع المنزل عن طريق صديقي العزيز جوجل. Hey Google, good morning. Good afternoon, Gabriel. The time is 2:01 p.m. By the way, remember to have a meeting today. Have a great day. Thank you. إذن النظام هنا يخبرني بجدول اليوم وما هو المتوقع في جدول اليوم. لنذهب لجهاز آخر للتلفزيون، لكنه لا يعمل كتلفزيون تقليدي، هو أيضا يساعدني في قراراتي اليومية. Hey Google, what's the weather today? Today in Seoul, it'll be raining with a forecast high of 14 and a low of 5. Right now it's 14 and cloudy. إذن أنا أتحدث لجوجل هنا وأسأله عن الأجواء، ويبدو أنني سأحتاج لمظلة خلال اليوم. طيب، لأسأل عن الأجواء غدا. Hey Google, what about tomorrow? In Seoul tomorrow, it'll be cloudy with a high of 12 and a low of 2. أنا على أتم استعداد لبدء اليوم. إذا كنت أشعر بأنني أحتاج لتكييف الهواء، فأستطيع أن أفعل ذلك أيضا باستخدام الريموت كنترول. Hey Google, turn on the air conditioner. بالفعل. أليس هذا رائعا أن تكون على مقدرة بأن تفعل كل شيء من موقع واحد؟ أنا أحتاج إلى الإفطار الآن، سأذهب للثلاجة الذكية ويمكنني بخبطة بسيطة جدا أن أعرف ما بداخل الثلاجة، بخبطتين تحديدا. هذه اللوحة توضح كل الأرفف الموجودة داخل الثلاجة. هنا الرف، هنا ما هو متواجد بالباب على اليمين، أيضا الباب على اليسار. أستطيع أن أعرف ماذا ينقصني لتحضير قائمة المشتريات حتى إذا كنت خارج المنزل. جوجل يستطيع بالتعاون مع الشركة ومع الثلاجة أن يعرف ما هي قائمة المشتريات التي أحتاجها. لأذهب لإعداد الغداء. نذهب للصفحة التالية. إذن هناك العديد من الاقتراحات غداء اليوم. لدينا مثلا دعوني استخدم البيض. اجن تشيز ممكن، من الممكن ان اطهو هذا لانه المنتجات التي ساستخدمها متوفرة بالفعل. اذا ارسلت هذه الوصفة للفرن، send this recipe to oven، سيبدأ الفرن في إعداد الحرارة وفقا للاختيار الذي وضعته أو أرسلته للفرن. أذهب معكم سريعا لحجرة النوم، وقد تستغربون من كم التكنولوجيا الذي يمكن أن يتحقق في غرفة النوم. أستطيع أن أشغل تكييف الهواء بأمر صوتي من خلال جوجل أيضا، وهذا التكييف موفر للطاقة ويعمل بكفاءة عالية. أستطيع أيضا أن أرسل كل الأوامر من خلال هذا الروبوت الظريف جدا. إذا جئنا للملابس، فطبعا لكل الناس الذين يعملون بشكل يومي ويحتاجون لأن تكون ملابسهم في أفضل رونق، هذا الجهاز يقوم بعمل المغسلة أو الغسيل بالبخار للملابس. هو يعقم الملابس وأيضا يجعلها في أفضل رونق ويزيل كل الروائح غير المرغوبة فيها في الملابس. يمكننا أن نرسل ملابسنا إلى المغسلة ونحن في غرفة النوم. إذن هذا هو
القسم الخاص بالملابس، وبعد ذلك تستمر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الأخرى مثل التلفزيون والكمبيوتر. أرجو أن تكونوا استمتعتم بهذه الجولة في بيتي الذكي، وأدعوكم جميعا لأن يكون لديكم بيت ذكي أيضا.